بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعد حديث المؤلف رحمه الله عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الناس بالتخفيف وقراءته بالصافات ونحوها، قال: وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث أن فيها نوع تناقض، أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من الكلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع من الناس من مخالفات لهذه الصفة، أنه إنما أطال الكلام في هذا نظرا لأن الناس أساءوا الفهم لهذه الأحاديث، فمنهم من حمل التخفيف على ظاهره فخفف تخفيفا مخلا يخل بالصلاة، ومنهم من حمله على ظاهره فأطال إطالة تشق على المأمومين، أو أطال بعض الصلاة وخفف بعضها الصلاة الواحدة، وكل هذا من سوء الفهم. والحق أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول قولية أو فعلية لا تتناقض، وإنما يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فالمراد التخفيف مع الإتمام، تخفيف الذي يرفع الحرج عن المأمومين مع إتمام الصلاة، فيجمع بين المصلحتين، مصلحة إتمام الصلاة ومصلحة تخفيف عن المأمومين. وهذه هي الصفة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، فكان يطيل الصلاة مع مراعاة أحوال المأمومين، حتى إنه كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة رحمة بأمه، فكان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين ولا يقول طيل الصلاة ولا علي من المأمومين، بل يجمع بين الحالتين، حالة مراعاة الصلاة وحالة مراعاة المأمومين. فالتخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله، والتطويل الذي ورد في صفة صلاته هو ما كان يفعله، وأنه يجمع بين الأمرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. نعم. قال: والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات،
وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. رجع الشيخ رحمه الله إلى أصل المسألة التي هو بصدد الكلام عليها، وهي مخالفة النصارى في رهبانيتهم، فإن النصارى ابتدعوا الرهبانية وهي التشدد في العبادة وترك الدنيا والتفرغ للعبادة وملازمة الصوامع والديارات. فدين الإسلام دين اليسر، لا تشدد فيه ولا تساهل، وإنما هو دين الوسط ودين الاعتدال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير القدوة لأمته، وكان يصلي وينام، صلي من الليل وينام من الليل، لا يصلي الليل كله ولا ينام الليل كله، وإنما يصلي وينام ويتزوج النساء ولا يتبتل كما تتبتل الرهبان. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، ولا يصوم الدهر كله، وإنما يصوم منه ويفطر منه، فيجمع بين الأمرين، بين التخفيف على النفس وبين الإكثار من العبادة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أننا نهينا عن التشبه بالنصارى في رهبانيتهم وتشديدهم على أنفسهم، فالتشبه بهم محرم في هذا الأمر، لأنه زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، والزيادة على المشروع محرمة وبدعة. ولهذا قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الله لم يشرعها لهم، وإنما هم ابتدعوها. من أجل أي شيء؟ ابتغاء رضوان الله بزعمهم. والنية لا تبرر، النية وإن كانت صالحة لا تبرر البدعة، فلا بد أن المسلم يتمشى على ما شرعه الله ورسوله، ففي ذلك الخير والاعتدال والوصول إلى الهدف المقصود. ثانيا، الرهبانية والتشدد يفضي بصاحبه إلى الانقطاع وترك العمل، لأنه بشر لا يطيق الاستمرار، ولهذا قال: فما رعوها حق رعايتها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت، يعني الذي المنبت الذي يكثر من السير، المنبت الذي يسرع في السير ويكثر من السير ولا يستريح أثناء السفر، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فعلى المسلم أن يعتدل، لأن هذا أدعى للاستمرار في العمل، وأما التشدد فإنه أدعى إلى انقطاع عن العمل. وكم رأينا من المتشددين من ترك العمل وأصبح من جملة الكسالى والفسقة، وهذا أمر واضح يراه كل أحد، وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قوله: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالإقلال من العمل مع إتقانه يدعو إلى الاستمرار، والإكثار من العمل والتشدد يدعو إلى الانقطاع والترك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. نعم، النصارى آل بهم الأمر إلى أن شددوا على أنفسهم، فآل بهم الأمر إلى الانقطاع وترك العمل أو إلى الفساد. وكم يقع الرهبان في المفاسد الكثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهذا بسبب أنهم عملوا عملا لم يؤمروا به ولم يشرع لهم، فأفضى بهم هذا إلى الخروج عن جادة الصواب وإلى المفاسد الكثيرة،
خلاف الاعتدال والاستقامة، فإن هذا يحفظ الإنسان، يحفظه من التساهل والتضييع، ويحفظه من الغلو والتشدد والتطرف الذي يفضي به إلى ترك العمل والانقطاع. وكل أمر جاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده كما في الحكمة. نعم. قال: وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. نعم، ما تخوف منه صلى الله عليه وسلم وقع من بعض هذه الأمة من العباد والمتصوفة الذين شددوا على أنفسهم فآل بهم الأمر إلى الوقوع في الضلال، لأنهم خرجوا عن الحق فوقعوا في الباطل. والله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالذي يخرج من الحق يقع في الضلال، والحق هو الاعتدال والاستقامة بين طرفي نقيض، بين طرفي التفريط والتساهل وطرف الغلو والتشدد. الاعتدال هو الحق، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونسأل الله أن يهدينا له في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني المعتدل. الاعتدال مطلوب في جميع الأمور ولا سيما في العبادات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم. ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما بالقدر فكثيرا ما قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة. نعم. الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نغل في هذا الدين برفق، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فأنت لا تحيط بالدين ولا تأتي على الدين كله، ولكن خذ منه ما تستطيع، وفي هذا الخير الكثير. وخذه بالاعتدال والرفق، لأن هذا أبلغ في مواصلة السير والاستمرار على العمل، بخلاف الذي يتساهل ثم يريد أن يشد على نفسه، هذا لا يصل إلى الغاية. أو المتشدد فإن هذا ينقطع دون الغاية، وأما المعتدل فهذا يصل إلى الغاية بإذن الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يواظب على المؤمن ولا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. والتشدد يفضي إلى أن يشدد الله على المتشدد على نفسه، من شدد على نفسه شدد الله عليه، إما شرعا وإما قدرا. ومثال التشديد في الشرع ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس في صلاة التراويح في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بقيام رمضان وحث عليه، فكان الناس يصلون فرادى وجماعات، ثم إنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تركهم في الليلة الأولى، ثم صلوا خلفه في الليلة الثانية وكثروا، ثم في الليلة الثالثة حتى امتلأ المسجد، ثم الرابعة صاروا أكثر، فتأخر صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم. ولما أصبح وصلى بهم الفجر قال: إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، وإنما خشيت أن تفرض عليكم،
فتعجز عنها، فهو خشي أن يشدد عليهم شرعا وأن تجعل التراويح فريضة فيعجز عنها، فهو سنها لهم ولكنه تأخر خشية أن تفرض عليهم. فالسنة هي الاعتدال، السنة التي هي الاستحباب في التراويح هي الاعتدال بين ترك التراويح نهائيا وهذا تساهل، وبين أن تفرض وتكون شاقة على الناس وهذا أشد، فهذا شرعا. وأما قدرا فإن الله يعاقب، إن الله جل وعلا يعاقب على المتشددين كما فعل باليهود لما أمرهم بذبح بقرة، جعلوا يتساءلون ما هي ما لونها، إن البقرة تشابه علينا، لو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة لا كفاهم ذلك، فلما تساءلوا وأكثروا السؤال شدد الله عليهم حتى قال فذبحوها وما كادوا يفعلون بسبب التشدد، فشدد الله عليهم قدرا كما شددوا على أنفسهم. نعم. أحسن الله إليكم. حتى قيل إنهم لم يجدوا البقرة التي ينطبق عليها الوصف إلا بملء جلدها ذهبا، جراء ما شددوا عليه. نعم، جراء ما شددوا على أنفسهم. أحسن الله إليكم. قال وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال، والآصار ترجع إلى الإجابات الشديدة والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة وهذا شأن ما وجب، والغل يمنع المغلول من الانطلاق وهذا شأن المحظور. نعم، الله جل وعلا شدد على اليهود والنصارى قدرا فحرم عليهم أشياء كانت حلا لهم، وحرم وعلى الذين هادوا. نعم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم، فبظلم من الذين هادوا بظلم من أهل الكتاب حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فبسبب تجرؤهم وعنادهم وتشديدهم في الأمور شدد الله عليهم فحرم عليهم أشياء كانت حلا لهم، وأوجب عليهم أشياء ما كانت واجبة عليهم في الأصل لكن أوجبها الله عليهم عقوبة لهم. ولهذا لو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم الأسرار والأغلال، الآثار والأغلال التي كانت عليهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ودينه دين الوسطية ودين الاعتدال، فلو أنهم آمنوا به لوضعت عنهم الآثار والأغلال، قال تعالى في وصفه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، والإصر هو الواجب والغل هو التحريم، فالله أوجب عليهم أشياء لم تكن واجبة عليهم عقوبة لهم، وحرم عليهم أشياء كانت حلالا لهم عقوبة لهم، فلو أنهم آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم الآثار والأغلال. وفي آخر سورة البقرة ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، دعاء من المؤمنين لربهم أن لا يحملهم الآثار والواجبات التي يعجز عنها كما حملها لبني إسرائيل، فهذا الدين ولله الحمد دين الوسطية والاعتدال والتشدد الحمد لله والتساهل من صفات اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم في هذه الأمور وفي غيرها. نعم. قال وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. نعم، هو هذا من جملة السياق في هذا الأمر،
قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، بالتشديد، هذا بالتشديد، ولا تعتدوا هذا بالتساهل. نعم، فنهانا عن التشدد وعن التساهل وأمرنا بالاعتدال. وسببها يشير إلى الحديث في الذي النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة الرسول ليقتدوا به. نعم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، ثم إنهم التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه ليس بحاجة بزعمهم إلى العمل، أما نحن فأهل ذنوب وأهل سيئات فنحن بحاجة إلى العمل. فلما بلغ فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أصلي ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية قال آخر: وأنا لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وخطب وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا خط واضح للاستقامة والاعتدال، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم المعتدل الذي نسلكه، ولا نمل ولا نقصر، لا نمل من العمل بسبب التشدد ولا نقصر بسبب التساهل، وإنما نداوم على عمل معتدل، ويكون ذلك خيرا من العمل الكثير الذي ينقطع ويزول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسبب نزولها مشهور، وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري، وهذا لفظه. ورواه مسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا الحديث بروايته يعطينا أنه من يريد الله جل وعلا والدار الآخرة فإنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا هو الطريق الصحيح، ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الهدي الظاهر والباطن، فإنه هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وأما من زعم أن عمل الرسول قليل وأنه مغفور له وليس بحاجة إلى زيادة العمل، وأما غيره فهو بحاجة إلى زيادة العمل لأنه لم تضمن له المغفرة كما يظهر لهذا القائل، فهذا فهم خاطئ. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير وأسبقهم إلى
فعل الخير، نعم. لكنه باعتدال، لكنه بمرونة، لكنه بمداومة، لكنه بإتقان، لكنه بإخلاص لله عز وجل. فالعمل ليس العبرة بصورته، وإنما العمل بحقيقته ونوعيته. وهذا هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل أهل الصلاح والاستقامة وأهل العلم والرسوخ في العلم. فمن زعم أنه يأتي بخير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، إلا أن يكون ذلك عن اجتهاد منه ورابة في الخير فيكون مخطئا. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس مني ليس معناه أنه كافر، ولكن معناه أنه ليس على طريقتي، أو يقال أنه من باب الوعيد فيمر كما جاء، مع العلم بأن هذا لا يقتضي الكفر والخروج من الملة. نعم. ذكرتم يا شيخ أن هذا مبطل من يقول أن عمل رسول الله قليل لأنه مغفور له، هذا فهم خطأ. في المقابل هناك من إذا قيل هذه سنة رسول الله قال أين نحن من رسول الله، نحن لا يطلب أن نعمل مثل عمله، فيحتج لتقصيره هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه. هذا كلام باطل. أين يعني كلاهما طرفي نقيض. أي نعم، فنحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حسب استطاعتنا، مأمورون بالاقتداء والحرص على الخير وفعل الخير بحسب مقدرتنا واستطاعتنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نسمع. وهذه تحية أخي مهندس الصوت حمد العزاز، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.